النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات إير دكتور لواء لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المركزية وكلاء تويوتا ولكزس حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب نظم الحمل بتخفف الحمل متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة صارت معكم آخر مستجدات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة سادت أجواء باردة غير مجوزية النهار هذا اليوم الاثنين وهطلت زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء متفرقة ومحدودة من شمال ووسط المملكة توقعات بتأثر المملكة بحالة جوية جديدة من عدم الاستقرار الجوي وذلك خلال ساعات نهار غد الثلاثاء تمتد في تأثيراتها ما بين ساعات الظهيرة تقريبا وصولا حتى ساعات منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء ترافق هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بتكاثر للسحب الركامية الرعدية في عموم مناطق المملكة وتجدد فرص هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار وزخات أيضا من البرد في العديد من المناطق وتجدد التحذيرات من تشكل السيول وربما الفيضانات في العديد من المناطق لكن بسمة عشوائية وهذا ما تمتاز به حالات عدم الاستقرار الجوي مقارنة بالمنخفضات الجوية حيث يشمل هذا التحذير من تشكل السيول وفيضانات مناطق عدة في المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت وصولا إلى منطقة وادي عربة وأطراف كذلك الحال منطقة إقليم العقبة في أقصى جنوب المملكة نستعرض معكم توقعات الأمطار الخاصة بالفترة القادمة نلاحظ معكم هطول زخات خفيفة من الأمطار في ساعة إعداد هذه النشرة حاليا مع ساعات صباح وظهيرة الاثنين في مناطق محدودة من شمال وسط المملكة تراجع هذه الفرصة مساء اليوم في حين تبدأ الفرص من جديد اللي هطول زخات رعدية من الأمطار بدءا في دولة فلسطين من مناطق النقب كذلك الحال شمال الأراضي المصرية تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية في تلك المناطق تمتد هذه الفرصة سريعا مع ساعات ظهيرة الثلاثاء لتطال أجزاء عدة وعشوائية في المملكة وصولا إلى المنطقة الشمالية مرورا بالمنطقة الوسطى كذلك الحال الجبال الجنوبية وصولا حتى إقليم العقبة في الجنوب تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا مرفقة بزخات كثيفة من البرد لا سيما في المرتفعات الجبلية العالية تدريجيا ممر ساعة النهار تمتد هذه الفعالية الجوية أيضا لتطال أجزاء من البادية كذلك الحال مع ساعات منتصف ليلة ثلاثاء على الأربعاء تتراجع هذه الفعالية الجوية في عموم المناطق ويتشكل الضباب الكثيف في مناطق السهول الشرقية وعلى الطرق الدولية في المملكة نستعرض معكم التوقعات الخاصة بالليلة القادمة 7 درجات مئوية هي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان مع تناثر للسحب المتفرقة وتكاثر للسحب الركامية مع ساعات الليل المتأخرة في العديد من مناطق العاصمة والمملكة توقعات خلال الفترة القادمة نلاحظ معكم الثلاثاء أجواء تتحول تدريجيا إلى باردة أو هي باردة تتحول تدريجيا إلى غائمة بسحب ركامية رعدية وتهيئ الفرص لهطول زخات أمطار رعدية غزيرة في العديد من المناطق مرفقة بزخات من البرد الذي يكون كثيفا فوق الجبال مع تجدد التحذيرات مجددا من تشكل السيول وربما الفيضانات في مناطق عشوائية في المملكة بحسب طبيعة هذه الحالة الجوية من عدم الاستقرار الجوي ومدى اختلاف ذلك عن المنخفضات الجوية الحركية هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تمتد حتى انتصاف ليلة الثلاثاء الأربعاء يوم الأربعاء تستقر الأجواء في عموم المناطق مع بقائها باردة يوم الخميس هنالك امتداد ضعيف لمنخفض جوي مع ساعات العصر والمساء وبالتالي انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالأربعاء وتهيئ الفرص من جديد لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في العديد من مناطق المملكة مع ساعات المساء وحتى ساعات الليل الأولى من ليلة الخميس على الجمعة كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء.